يا صباح الورد، اليوم راح نحكي على موضوع مهم أعتقد أغلبنا يعيشه ويختبره، اللي هو موضوع خيبة الأمل أو الـ disappointment. شنو أسبابها وشلون ممكن نتعامل مع خيبة الأمل بطريقة واعية تخدمنا؟ الأسباب عادة أولاً هي التوقعات العالية، ثانياً هي المكانة العالية. يعني احنا لما نحط للآخرين او حتى ممكن للأشياء، سواء كانت دولة معينة، مطعم معين، سفرة معينة، او لأشخاص في حياتنا، لما نحط لهم توقعات عالية او نخليهم في مكانة عالية اعلى من عندنا، بالتالي هم لو شنو ما سووا حتى لو تصرفوا طبيعي بالنسبة لنا راح تسبب لنا خيبة امل. ولهذا غالبا تصير بالعلاقات، لأنه احنا لما نكون مثلا بعلاقة صداقة عادية مع الأشخاص، بالتالي احنا ما نتوقع من عندهم شيء عالي او ما خليهم في مكانة عالية جدا، ولهذا علاقتنا بهم تكون جميلة وما بها اي مشاكل. ماذا نتوقع من بعض؟ بأنه احنا نعطي اكثر من اللازم. لكن لما تحولت هذه العلاقة فرضا من صداقة إلى علاقة حب أو إلى علاقة زواج أو إلى حتى شراكة بالعمل، يعني تقربت أكثر، صارت مكانتها أعلى من العادي، ساعتها هنا راح تبلش خيبات الأمل بسبب تغيير المكانة، بسبب تغيير التوقعات. صرنا نتوقع شيء أكثر، صرنا حاطيهم في مكانة أعلى يمكن حتى من ذلك. وغالبا آثارها ترجع إلى الطفولة أصلا، لما نكون إحنا تعرضنا إلى هذا الموقف، مثلا حسينا بأنه إحنا we disappointed our parents أو معلمينا بالمدرسة، خيبنا ظن أهلنا أو معلمينا أو حتى أصدقائنا لما كنا صغار، فحسينا أنه هم انصدموا من تصرف من أدنى أو كلمة أو نتيجة معينة لاختبار ما. فالشعور اللي حسيناه منهم خلانا نتوقع خيبة الأمل حتى قبل ما تصير، سواء من عدنا أنه احنا نتوقع راح نخيب ظن الآخرين بينا أو نتوقعها تصير لنا. فإحنا we are already expecting the disappointment، متوقعين خيبة الأمل. فيمكن أول شيء نحتاج نشتغل عليه طبعاً إنه إحنا نعالج جروحنا الداخلية والطفل الداخلي اللي بعده يحس بخيبة الأمل، سواء من نفسه أو من أهله ومن الآخرين. لكن أيضاً نتخلى عن هذه التوقعات، نتخلى بأنه أكيد طالما راح يكون أكو علاقة قوية راح يصير بها خيبة أمل، نتوقعها قبل ما تصير. ممكن نسمح لنفسنا الآن بأنه نتخلى عن هذه التوقعات، لأنه هي ببساطة ما تخدمنا، لأنه هي تسحب الجوي والفرحة من حياتنا. لما أنا أكون متوقعة بأنه هاي العلاقة رغم حلاوتها راح يجي روم وراح أصاب بخيبة أمل، فأنا مدى أنطي لنفسي البرميشن أو الإذن بأني أستمتع وأفرح بهذه العلاقة أو أفرح بهذه الرحلة أو أفرح بهذه الصداقة، بحيث حتى لما يصير لنا شيء حلو مدى نستمتع ونفرح به فولي، لأنه أحنا متوقعين أنه راح يخرب أو راح يجي يوم ينتهي. معقولة أنه مثلا هذا الشخص دي يحبني؟ معقولة أنا راح أقدر أكون عند حسن ظنه ولا راح أخيب ظنه فيه؟ أو أنه معقولة هو هالقد زين؟ أكيد راح يجي يوم وتنكشف لي أشياء أنا ما كنت أعرفها. فشايفين أنه إحنا توقعاتنا شلون مبرمجة؟ مبرمجة دائما على خيبة الأمل وعلى الشيء السيء. فهنا نحتاج نعيد هذه البرمجة، نكون واعين بأنه هذه البرمجة يمكن توارثناها من الأهل والمجتمع أو اكتسبناها بالطفولة، الآن ما تخدمني فهي ليست لي، أسمح لها بالرحيل وأبدلها ببرمجة أقدر أعيش بها التجربة فولي باستمتاع. والنقطة الثانية، لما نكون احنا حاطين هذا الشخص أو هذا الهدف أو هذا الشيء
في مكانة عالية، أعلى حتى من عندنا ممكن، هنا احنا دا نسوي خلل بالتوازن الطاقي، والطاقة دائما توازن نفسها. إذا احنا ما وازناها بوعي بطريقة حلوة راح يصير موقف وراح يخليها ترجع تتوازن. ولهذا تشوفون لما احنا نكون حاطيهم بمكان أعلى راح يصير موقف وينزلهم ينزلهم لحد ما تتوازن الطاقة. فليش احنا ننتظر تصير مواقف مؤلمة حتى نتوازن؟ وإنما من البداية لما أحس بأني فقدت التوازن، فقدت تركيزي على نفسي، فقدت بأني أعطي لنفسي الأولوية وحطيت أشخاص ثانيين أولوية في قلبي في عقلي في حياتي، أوازن. فخلونا نتفق بأنه احنا جايين للحياة من أجلنا احنا، يعني أنت أهم شخص في حياتك، لا تخلي للآخرين أهمية أعلى من عندك، لأنه ساعتها راح نفقد هذا التوازن وراح نحس بالتشتت وراح نحس بأنه خزاننا فاضي، راح نحاول نعبيه من برا، وهذه هي التغذية الطاقية والابتزاز الطاقي. ساعتها لا راح أقدم خدمة لا لنفسي ولا للآخرين. بينما لما يكون تركيزي على ذاتي وأني نمبر ون في حياتي رح ينملي خزاني ويفيض للآخرين، فساعتها رح أخدم نفسي وأخدم البشرية كلها. لما يكون تركيزي على ذاتي، لما أكون أنا نمبر ون، أنا أهم شخص في حياتي، وأفيض بحبي ونوري وحكمتي إلى البشرية كلها. لأنه انتبهوا، أغلب الناس اللي متوقعين خيبة الأمل سواء من نفسهم أو من الآخرين ما يقدرون يعيشون حياتهم بشكل كامل، وإنما ممكن يفضلون يبقون بحالة مشاعر منخفضة كالاكتئاب أو الحزن أو حياة ما بيها معنى حتى لا يصابون بخيبة أمل ويتألمون. لأنه شنو ممكن يصير أسوأ من هذا؟ خلص أنا ما عندي أي توقع، ما أشعر بأي استحقاق، ما عندي أي ثقة لا بنفسي ولا بالآخرين، بالتالي ما حد راح يقدر يخيب لي ظني أو أملي بيهم. فشايفين طريقة الدفاع اللي ممكن ناخذها حتى نحمي نفسنا من الألم، بس بالتالي ده نفقد البهجة، ده نفقد الفرحة بحياتنا. فهذا الشيء مهم جدا، خلونا نكون واعين به ونكسر هذه البرمجة القديمة. وآخر شيء حابة أقول لكم إياه، أنه خلونا لا نربط الأشياء الحلوة مثل الحب، البهجة أو حتى الحرية بأشخاص أو بأشياء معينين، وإنما هي حالة من الوجود، حالة من الوعي أقدر أحسها أستقبلها وأعطيها مع كل شيء، مع الكون كله. لأنه كمية الحب اللي موجودة بقلبنا تكفي الكون كله، فلنكون منغلقين ومحتكريها على أشخاص معينين، وإنما نكون منفتحين مستشعرين الحب ويا كل شي حوالينا، ونعطيه من غير توقعات أو شروط. ساعتها أيضا راح نستقبله من عدة مصادر، مو إلا من هذا الشخص، وإنما من أي شيء آخر، لأنه هو إحساس، هو حالة وجود. لما أقعد أنتظر شخص معين لأنه أنا سميته سول ميت، توين فليم وغيرها من هاي البرمجات اللي خلتنا نبقى على أمل بأنه راح نحصل على كل شيء نريده من هذا الشخص، لأنه he's my soulmate، لأنه he's my twin flame، فأكيد راح ينطيني الحب اللي أنا كنت أحلم به، أكيد راح ينطيني الشيء اللي أنا محتاجته، لأنه هو أكثر شخص فاهم علي وأكثر شخص يشبهني. وبعدين راح أشوف أنه هو دا يحبني بطريقة مختلفة، أو ما دا ينطيني الأشياء اللي أنا أريدها، أو طريقة الحب اللي أريد أتحب بها، فراح أرجع أصاب بخيبة أمل again and again. فخلونا نتحرر من كل هالشعارات والتسميات، وخلونا ما نربط الحب لا بشخص ولا بسولميت ولا بتوين فليم ولا من أحد معين، نكون منفتحين إلها كلها. خلونا نكون أحنا our own soulmate، احنا توأم روحنا، روحي
هي توأم روحي. ليش أريد أدور على هذا الشيء برا؟ وكل مرة أعتقد بأني لقيته راح أصاب بخيبة أمل أخرى، بينما لما أكون أنا هذا الشيء وأعطيه لنفسي راح أعيش بهذه الحالة، وراح أستلم الحب من كل شخص وكل مكان وأعطيه لأني أنا أحب أعطي، مو لأنه حتى أخذ بالمقابل. وإنما لما يكون هذا الإحساس أو النور أو الحب محبوس بداخلي، أنا راح أتضايق، راح أحس نفسي مسجونة وليمتد. لكن لما أسمح لنفسي أعطيه وأعبر عنه راح أرتاح، راح أتدفق كالنهر. فاسمحوا لنفسكم بأنه تشعون بنوركم من غير توقعات أو أحكام، تنطون هذا الفيض من الحب اللي موجود بداخلكم وما تظلون حابسي جوا. لما تعطون من غير توقعات أو أحكام أو تصنيف، هذا يستحق هذا ما يستحق، هذا إنسان واعي هذا غير واعي، ساعتها أنتوا راح تحسون بالراحة، أنتوا راح تستعيدون حقيقتكم الروحية اللي هي في حالة عطاء مستمر من غير أجندات، مثل الشمس اللي بتعطي بنورها من غير ما تصنف هذا يستاهلها ولا لا، مثل الرحمة الإلهية اللي هي ترحم وتحب الجميع من غير أجندات وتصنيفات. فأحنا لما نجسد هذه الخصلة الإلهية نكون فعلا خليفة، راح نسمح لنفسنا نشع بهذا النور ونعطي الحب من غير أجندات. ساعتها ما راح أصاب بخيبة أمل لأنه أنا ما حاطة توقعات أو أجندات، وبنفس الوقت راح أسمح لنفسي بأنه أعيش حياتي فلي وأعبر عن ذاتي بحرية، أعبر عن حبي، أعبر عن حكمتي، أعبر عن وجهة نظري من غير ما أخاف هل أنا راح أخيب ظن الآخرين بي ولا لا. ببساطة راح أكون حقيقية وأشع بنوري وأعطي حبي للكون كله.